أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد والمباشر من رجع الصدى. اليوم إن شاء الله باش نحكيه على الخدمات اللي تسديها الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه. اليوم باش نحكيه على العديد من المشاكل إن شاء الله نحلوها مع أضيافي. الخدمات اللي توجهها الشركة هذه إلى أي حد تكون على أحسن وجه، شنية الحلول الفعلية والعاجلة اللي لازم تكون موجودة بالنسبة للشركة وللمواطن باش تتجاوز الأخطاء أو المشاكل إن وجدت. الليلة بحثية سي يوسف سهل، المدير الجهوي للجنوب بالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه صفاقس. أهلا وسهلا بك سي يوسف. كذلك معانا سي كمال قرقوري رئيس إقليم صفاقس المدينة للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. مرحبا بك. مرحبا بكم. مرحبا مشاهدي قناة القلم. أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم من الناس الكل. قبل ما نوصلوا نحكيوا على موضوع حلقتنا اليوم وتساؤلاتكم إن شاء الله نحاولوا أنه نجاوبوا عليها، عندنا قوسين صغار باش نفتحوهم على خلفية اللي صار اليوم في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة واللي هدي شاكر، أنه فما طاقة استيعاب قلناها من الحصة اللي تناولناها في برنامجنا، قلنا أنه مفماش طاقة استيعاب وكان حاضر بحضرنا ناظر قسم الاستعجالي بلحبيب بورقيبة سي فريد رقيق. برشا مشاكل على قسم الاستيعاب، قسم الاستيعاب كسوسوا بالنسبة للخدمات الاستعجالي أو قسم القلب. اليوم صارت شوية مشاكل، حابين نتنقلوا على عين المكان. اليوم كان فما لقاء مع مجموعة مع تتمثل لحبيب بورقيبة يعني قسم الاستعجالي، مشينا وحاولنا أنه نفهموا شنو اللي فما كيف كيف، حاولنا أنه نعطيه الكلمة للطرف المقابل في انتظار أنه نرجعوا إن شاء الله تباعا مش نشوفوا وين وصلت المشاكل، بين أنه يعاود يتفتح قسم الاستعجال الخاص بالقلب وأنه يخفف شوية على قسم الاستعجالي في لحبيب بورقيبة. نتفرجوا مع بعضنا في التقرير هذي كما قلت لكم أنه مرة هذي جست شوية بركة باش نحاولوا نعديوا المعلومة وإن شاء الله نرجعوا له تباعا. تفضلوا نتفرجوا مع بعضنا بعد نرجعوا. علاش احنا نقولوا الاستعجالي نتاع قسم القلب يعني نتاع مرضى القلب لازم يكون يقع عاد فتحه، لانه الملفات نتاع المرضى القلب موجوده غادي في قسم القلب، ووقت المريض يجي مريض القلب حكايه نتاع دقائق ماشي نتاع سوايع باش يقعد يستنى، ينجم في دقيقتين ثلاثه ينجم يموت المريض اذا ما ثماش اسعافات معناتها مستعجله ينجم يموت، والملف نتاعو غادي كان موجود. ولكن انا نقولها بكل صراحه وللراي العام، راهو غلق استعجالي مرضى القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر هي كارثه وجريمه في حق الانسانيه وفي حق متساكني جهه صفاقس ومرتدي المرضى بالمستشفيات الجامعيه الهادي شاكر لحبيب بورقيبه، وانها مربوطه بتغيير وجهه المرضى من القطاع العام الى القطاع الخاص. حتى داخل بين القطاع العام والقطاع الخاص قاعد ماشي فيها المريض ضحيه، وانا نعاود انا رساله استغاثه لاهالي صفاقس، فيقوا على رواحكم ودافعوا على رواحكم ويجي وسعوا باش تفرضوا إعادة فتح الاستعجالي نتاع مرضى القلب. ما كانش أي واحد منكم ينجم يكون ضحية وينجم يموت في قسم في الاستعجالي وعينه تغزر. هذا محضر جلسة بمقر ولاية صفاقس بتاريخ 3 جوان 2011 بحضور كل المسؤولين من وزارة الصحة إلى المدير العام للمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة والمدير العام للمستشفى الجامعي الهادي شاكر وممثل وزارة الصحة وممثل عن وزير الصحه اللي هو سي توفيق زلي في تلك الفتره، والاتفاق انه اعاده العمل بصفه فوريه بوحده الاستعجال لمرضى القلب تابعا للراي الفني والطبي. فقد تعهدت الاداره العامه للمستشفى الجامعي الهادي شاكر باعاده تشغيل هذه الوحده بصفه مؤقته مع توفير الامكانيات اللازمه والتي تضمنها تقرير رئيس قسم طب القلب، لذلك في انتظار احداث قسم الاستعجال لمرض الاختصاصات الطبيه بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر وذلك بكل مكوناته حسب المواصفات العالمية. هذا معناتها التزم به، توفر له كل شيء، عاود تسكره، خذ البيرسونيل، خذ الماتريال، من بعد عاود تسكره، والمرضى كل قاعدة تمشي البريفي. تلواش يلتجئ للبريفي؟ هو المرضى اللي جاوا هذوما أول حاجة أصلا هما المرضى مساكن حتى الكرنيات نتاعهم ما تسمحهمش أصلا باش يمشي حتى لبرا، هذه أول حاجة معناتها. وثاني حاجة احنا طب في السبيطار بلاش نغايتنا من المريض يمشي للبريفي، بالعكس احنا نحبوا نربحوا المستشفى نتاعنا وسيرفيس القلب يعرفوا الناس الكل اللي هو أكثر واحد يدخل مدخول للمستشفى، فهمتني ولا؟ وإحنا أصلا سيرفيس القلب ياخو أقل من اللي ينتج. احنا من البارح زملائي اتصلوا حتى بالناظر اللي في الليل وقالوا له راهو معنا وفاول بلايص في قسم القلب ونخدموا احنا
اكثر من طاقته قسم القلب. قسم القلب فيه 44 بلاصه و14 قداش هذا 58 بلاصه، احنا فوق اكد لك فوق ال 65 بلاصه عندنا توا حاليا مرضى، ونجيبوا فروشه من نتصرفوا، احنا نتصرفوا مش بحطوش مواطنين كي هكا. المريض لا لا ما هو لا ما تدخل، مش حكايه تدخل المدير، لا 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 مش تدخل وقع اربع بلايص، لا 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 مش هكذا. مش شوف شوف اللي يصير، فما مرضى تدخل وتخرج، احنا مصبح من صباح وصى الشيف سيرفيس ووصلوا له صحابي اللي في الجارد وقالوا راهو اليوم ما عندناش اماكن، راهو السيرفيس بلا على الاخر. رئيس القسم وصى جميع لي زاسيستون معناتها الاطباء الكل اللي في السيرفيس ووصاهم باش يفضيوا له ماكسيموم تاع بلايص باش نستقبلوا الوافدين الجدد، خاطر نعرفوا سيرفيس قرب راهو يملى ويعبي. فهمت؟ احنا دونك فرغنا قد ما نجموا، واول ما فضاو البلايص جبنا مرضى نتاعنا. هذا هو كما قلت لكم، تنقلنا الى امام الولايه اليوم الاربعه ونص، كان سيد الوالي حاول انه يستقبل الثلل كما قلت لكم من مستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه فيما يخص انه اعاده فتح قسم الاستعجالي للقلب الهادي الشاكر، وقال انه وصلونا انه سيد الوالي قال خذاء المطلب نتاعهم وان شاء الله تكون الاستجابه عن قريبه ويمكن طرحه على السيد الوزير. معناش برشا تفاصيل لكن حاولوا كما قلت لكم انه نرجعوا تباعا لهذا الموضوع. نجيو على بركة الله بالنسبة لموضوعنا الليلة، الليلة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، باش نحكيو على المشاكل شنو هي الصعوبات اللي تلقاها الشركة والمواطن. برشا مشاكل تصير، برشا تساؤلات، العديد من اللبسي نجمو نلقاوه موجود بالنسبة للمواطن وحتى من أعوان الشركة، حتى كيفاش باش يتعاملوا، كيفاش ينجموا يفسروا ويوصلوا المعلومة كما ينبغي للمواطن. نمشي مع بعضنا قبل ما نبداو نفتحوا الحوار نتاعنا الليلة، نمشي ونتفرجوا في التقرير الموالي ومن بعد نرجعوا نفتحوا النقاش فيما يخص موضوع الليلة. تفضلوا نتفرجوا. تشهد شبكة توزيع المياه الصالحة للشراب تدهورا بعد الإفراط في الاستعمال والتأخير في الصيانة، وهذا تسبب في انقطاع الماء الصالح للشراب في عدة مناسبات وفي عدة مناطق، إلى جانب نوعية الماء التي يتلقاها المواطن أثناء استعماله للحنفية عندما يكتشف لون الماء الأصفر أو الأحمر، وأحيانا يتفاجأ برائحة الماء المتغيرة. هذه جزء من المعاناة التي تعيشها صفاقس ومناطق أخرى، والمواطن بات يواجه صعوبات جمة خاصة سكان القرى والأرياف رغم اشتراكهم في الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، فقوة التدفق في بعض المناطق ضعيفة جدا ولا تشغل جهاز تسخين الماء، وفي مناطق أخرى فإن الماء ينقطع تماما عن المنازل، والمعاناة أكبر بالنسبة لساكني العمارات حيث الحنفية تكون عطشة تماما إلى الماء ولا سيما في فترة النهار ومعظم الليل، وسعيد الحظ منهم من ينجح في الحصول على كمية صغيرة من الماء يقوم بتخزينها في أواني بلاستيكية وقوارير لاستعمالها حين انحباس الماء. نسكن فعليا في حومة شعبية، والماء بسيف ما يطلع، الدوش ديما متقطع، التطيب ديما متقطع، معناها تصور أنت بعد هذا الكل جينا معناها فاتورات ما عرفوش الأرقام، معناها نوريك أنا كل شيء حاضر عندي لهنا، عندي سيدي لهنا 127 دينار، اون بليس خويا شي يعملوا لي ينظروني بالتتبع، معناها انذار قبل التتبع، يعني ما نعرفش في بالي اذا ما نخلصش في اجل 5 ايام ولا قداه باش يتبعوني خاطر الماء، معناها عباد طايحه على اعتصام على روح على كذا، انا نقول لهم طايح على الماء، فهمتني؟ ان شاء الله زاد سبب التتبع هذا، يعني اذا كان هم بعثوا لك تنبيه هذا علاش؟ على خاطر انا معناها شهر، وتعرف شهر في بلادنا ماهوش واصل، يخلص ماء يخلص في ضوء يخلص في مصروف يخلص في كرا يخلص في معناها بعد هذا الكل 127 دينار باش نجيبها في مشتر شهريه، انا واحد من الناس معناها متعاقده مع مستشفى نخلص في شهريه حكايه فارغه، معناها فهمتني؟ قداش تخلص؟ نخلص في 235 دينار. معاناه حقيقيه لاهالي صفاقس خاصه في فصل الصيف، ولهذا حمل المواطن المسؤوليه كامله في هذه الماساه للشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه. هذا هو التقرير الاول حول مشكله المياه في صفاقس، تقطع الفاتورات، برشا مشاكل يوسف يظهر لي اللي المواطن ساعات ما يعرفش شنو هي مشكلته، والا تقع عنده مشكله وما يلقاهاش الحل.
توزيع المياه، انتاج المياه، برشا مشاكل هذول اللي نحاولوا بشويه بشويه نبسطوها. الماء في صفاقس، اول حاجه منين يجينا الماء؟ كيفاش نستخرجوا مينا؟ شنو عندنا في صفاقس؟ مرحبا بكم وشكرا على الاستضافه، وهذه مناسبه طيبه باش المواطنين يفهموا ونزيدوا نعلموهم احنا كيفاش صفاقس يوصل لها الماء وشنو هي المشاكل وشنو هي الحلول الا برمجتها الشركه باش تحل المشاكل على المدى القريب والمتوسط والبعيد. بالنسبه لصفاقس تشرب من ثلاثه مصادر نتاع مياه. المصدر الاول اللي بدات تشرب منه صفاقس هو جلمه، مياه جلمه وصبيطله في ولايه سيدي بوزيد. يوصل لنا الماء لصفاقس، انا نحكي على الولايه كامله نتاع صفاقس، ويوصل مدينه صفاقس ويزود هذه جلمه وصبيطله تزود في وهي جايه لصفاقس، معطي مديات كبير عليه، عقارب، المحرس، الصخيره، الغريبه. وقسط كبير من معتمديه منزل شاكر. هذا المصدر الاول نتاع المياه. المصدر الثاني هو مياه الشمال. مياه الشمال اللي جينا عبر قناه مجد الوطن القبلي، وثم في مستوى محطه معالجه المياه ببلي في الوطن القبلي، والبعد ثم قنوات توصل حتى لصفاقس عبر محطه الضخ اللي هي توصل لنا الماء لصفاقس ويشربوا منها، بالاضافه لمدينه صفاقس. مدينه صفاقس هي المعتمديه الشماليه، قصد معنا جانب من معتمديه منزل شاكر العوادنه والعشاش ومركز كمون، ومعتمديه الحنشه والعامره وجبنيانه وصفاقس. وعندنا مصادر اخرى مياه، هي المصادر الجوفيه نتاع صفاقس، نتاع صفاقس اللي نستغلوا فيها توا حاليا. عندنا عده ابار، وحتى السنه الفارطه قلنا عملنا معكم تحقيق على الابار اللي تم انجازها في صفاقس لتدعيم الموارد المائيه. النوعيه نتاع الماء تختلف من مصدر الى اخر، من مصدر الى اخر، وخاصه ان المائده المائيه نتاع صفاقس من مصادر المياه الشمال ومياه جلمه هي مياه عذبه، معناها فيها حوالي 1.2 الى 1.5 جرام في اللتر. بينما المائده نتاع صفاقس هي معروفه، هي 3.7 غرام في اللتر ملوحه، وهذا يقع استعمالهم هذين الابار هذين نتاع صفاقس وقت الحاجه، وقت الذروه. وهذا سامحني سي يوسف، هذا اللي يفسر التغيير في اللون. أنا مش في المطعم نعطيك الواحد، احنا المصادر هذه نلتجئ لها هي في اخر المطاف. استعملوا مياه الشمال وجلمه ونكملوا بهم، خاطر ما عندناش مصادر اخرى حاليا، ما عندناش مصادر اخرى نستعملوا. يقع واحد المائدة نتاع صفاقس، بكل صراحة المائدة نتاع صفاقس هي معناها ثم احنا نقولوا لسال مينيرو، ثم حاجات دي كومبوزونت فيزيك، معناها اللي هما الأملاح المعدنية، منهم ثم شوية فيه بزيد حديد اللي عندنا محطات لإزالته. هذاك علاش الكاليتي يقول لك نتاع الماء طايحه؟ لا مو مش في بعض الاحيان، في بعض الاحيان باش نبسطوا للعباد. انا مش نقول لك احنا عندنا حتى خمسه محطات لازاله الحديد، وثم ثلاثه الابار اللي عملنا لهم جدد، خرجنا لهم طلب عروض لتجهيزهم بمحطات ازاله الحديد. ازاله الحديد هذا في وقت اللي نعالجوا الماء، احنا نعالجوا الماء بمات الجفال، يقع تغيير في اللون، في اللون تغيير بسيط في اللون أصفر. في الاماكن هذا 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 ينجم يكون من هذا، وينجم يكون لون من الاتربه عند اصلاح الاعتاب، خاطر احنا القنوات مردومه في التراب، عند وقت نصلحوا يتسرب شويه تراب ويتعدى في الواحد. هذين اكثر الحالات صحيا، معناتها صحيا. احنا عندنا يوميا وعندنا مخبر من احسن المخابر اللي موجوده، مخبر لتحليل المياه بهنا بصفاقس، مخبر جهوي للجنوب الكل، يخدم للجنوب الكل. يوميا عندنا نعملوا التحليل البكتيريولوجي من الخزانات، ومش مش شبكه، يقع مسح الشبكه يوميا كامل، يوميا ناخذوا عينات من كامل واحد. احنا والصحه زاد الصحه تاخذ ونقارنوا العينات ببعضها، وما نسمحوش لرواحنا باش نعديوا ماء ولا نوزعوا ماء غير صحي. باهي سي يوسف، بالله سؤال نسوقوا، علاش ديما مطعم ماء صفاقس ما يتشربش؟ اللي هو ماهوش باهي الملوحه،
الملوحة كما قلت لك احنا في الانسان كي يشرب ماء معدني يشرب ماء الشركة او يشرب ماء الماجل مش نفس الملوحة مش نفس الملوحة احنا الملوحة توا تتراوح بين 1.5 حتى 2 غرام في اللتر حاليا هذا اش قاعدين نوزعه في صفاقس هذه الامكانيات في صفاقس توا احنا في نقول في بداية ازمة بتاع ماء في بداية ازمة ولهذا الحل متاع صفاقس الحل نتاع صفاقس صفاقس معروفه حتى من القدم معروفه بداية ازمه بتعمل معناتها نسبه امتلاك الماء قليله برشا النسبه الماء اللي يوصلنا لصفاقس غير كافي لتلبيه الحاجيات المستقبليه لهذا قررت ثم مشروع هذا يمكن نقولكم على المقبيه هو احداث محطه تحليه مياه البحر في صفاقس وتم الاتفاق حتى في القرض هو قرض ياباني انا جايين سيوسفي فقره كامله لي تفضل بحضانا توا الخبراء من اليابان واحنا قاعدين نخدموا معاهم ولتحديد المكان المحطة وب 300 مليون دينار وهذا الا مش يحلن المشاكل بالنسبة لصفاقس في حكاية الكمية والنوعية واضح على الفيتيير اللي عديتوها الفيتيير لو يلزم يعرفوا المواطنين ان راهم مش كل الناس الكل تشرب عن طريق الشركة في المدن والمناطق الحضرية 100% تتزود عن طريق الشركة والمناطق الريفية معناها ثم حوالي نصف يتزود عن طريق الشركة ونصف يتزود عن طريق الهندسة الريفية اللي تابعة المندوبية متاع الفلاحة تو نجيو هنوضحوا أكثر من بعد نزل عنا بجماعة الجنوب ما يتغشوش علينا وخاصة المناطق الجنوبية لمدينة صفاقس اللي عندهم العديد من الأسئلة تو بعد نطرحهم عليك سي يوسف بيه في الروبورتاج سي كمال شفنا بعض أحد المواطنين قال اللي هو عنده مشكلة في أنه الماء يسكن في حي شعبي طابق ثاني وثالث اللي هو وسط المدينة معناتها في حي البحري ما هوش بعيد برشا ما يوصلوش الماء ما نعرفش حي البحري ولا خاطر فما زادة أسئلة أخرى كيف لكن ما يوصلش الماء الطابق ما يوصلوش علاش؟ بالنسبة لنا المواطن الكريم اللي عرض الإشكالية متاعه هي بالنسبة لتزويد العمارات عادة نلتجي إلى خزان ومضخة لتقوية الضخ في العمارات وخاصة في الطوابق العليا وقت نقول الطوابق العليا أي من الطابق الثالث وما فوق لأن احنا حسب كما نقولوا المستوى الخزان وحسب المستوى العمارة ثم نقولوا احنا الضغط معناتها النجم الضغط هذا يزود العمارة انسيابيا مثلا إلى حد الطابق الثاني وبالنسبة للطوابق العليا يجب على صاحب العمارة تزويد العمارة بخزان مياه وبمضخة هذا نفس الاستفسار ده قاله لي مواطن قال لي هل هو قانوني ولا لكن نعمل مضخة على روحي ولا مزود على روحي باش نسهل عملية طلوع الماء ولا هل هو قانوني ولا نجم نتعامل مع الشركة ولا لا باش على الأقل نوضحه كي هو ما حتى يمكن مولى العمارة يقول لك يا خويا كل واحد يزود على روحه قانوني ولا لا نجم يعمل مضخة على روحه ولا اش معناتها نجم يعمل مضخة على روحه ولا اكيد نجم يعمل مضخة هو اذا كان يحب يحسن الضغط ما بعد العداد يعمل مضخة معناتها ولي يزود العمارة كما قلت لك بخزان وبعد الخزان معناتها يصير التزويد معناتها عن طريق المضخة هذه به المواطن زاد ذكر انه برشا مشاكل في الفاتوره وجايينها خاطر مشاكل الفاتوره يوميا يظهر لي قدام الشركه نلقاو برشا مواطنين وخاصه مدينه صفاقس وفي الاربع كيلومتر هذاك القطر نتاع اربع كيلومتر فما برشا مشاكل العديد من المشاكل المتساكنين يتشكاوا من مشاكل ضخ المياه مشاكل انقطاع ومشاكل اللون مشاكل العداد السحب برشا حاجات نتفرجوا مع بعضنا في الفيتيير الموالي اللي هو باش يخص الفاتورات ومشاكلها ومن بعد نرجعوا نجاوبوا على الاستفسارات الكل تفضل بدأ النقاش حادا بينهما كل واحد منهما يدافع عن فكرته بالحجة هذا العون وهذا المواطن يتناقشان حول فاتورة الماء يعملوا فاتورة أخرى نقعد 20 يوم استنى 20 يوم أخرين عليه ما وقت تاخذ احنا تاخذ الرلاف خذ على الرلاف هذيك ما عندك ثقة في المنقلة اطلع صلح المنقلة متاعك أغلب المشاكل التي حامت حول فاتورة الماء غلاؤها توقيتها العداد ومشاكله أما المصداقية فهي في الميزان الفاتورة ولا تجي خالية والواحد من الثورة التواجد سبحان الله يعني ما عادش مقبل الحساب
سواء فترة الضوء ولا فترة الماء. هنا المتروات نتاع المترو كب نتاع الماء معناتها تفوت ال 40 مترو كب معناها كان ب 28 فرنك معناتها يولي ديريكت مو يطلع ل 170 معناتها زيادة مشتة. شكون هو اللي ما ياكلش 40 متر كوب؟ واحد كيفي انا دونك تسكرت الماء ما جاتنيش وجا وقصوا لي الماء وتزيد هكا الخلاص نتاع الماء تسكرت الماء انا ما جاتنيش. هذا السيد ماهوش ساكن في الدار، الكونسوماسيون هذيك هي ماهوش ساكن في الدار. حالات من التململ في صفوف المواطنين وضبابية في الاجراءات التي يتخذها العون من وقت رفع العداد الى حين بعث الفاتورة، اما معلوم الدفع في اغلب الاحيان غير معلوم المصدر. لقيت إشكالية في الكونتور، اللي الكونتور متبلوكي مدة عام وأنا نخلص في 140 150 ما كنتش نخلص في هكا. قداش كنت تخلص؟ خلص 40 50 الماكس 70. ثلاثة مرات نجي على فاتورة الماء. ما بعثوليش فاتورة، كونتور راكب من شهر فيفري. ما يساعدنيش باش تجي مع بعضها. الوضوح في معالم فاتورة الماء من أبرز الشروط التي يطالب بها المواطن لتفادي الاتهامات الموجهة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. هذه المواطنين يتشكي ويحكيوا على الفاتورات، مشاكل الفاتورات، الغلاء، التوقيت، وقتاش تجي. قبل هذا كان كنت طرحت إشكالية أنه المواطنين في وسط المدينة في وسط صفاقس يتشكيوا من المضخ من التقطع المياه. ساعات يقول لك احنا نبداو نقضيو الصباح مثلا نهار حد يقصنا، فما مشاكل متاع الفويت يقعد حتى بالجمعة، برشا مشاكل وسط المدينة. نحب نذكر كيفاش احنا عندنا ثلاثة خزانات، ثلاثة أماكن بتاع خزانات بالنسبة لصفاقس لهنا اللي يزودوا المدينة. هما خزانة طريق منزل شاكرة من فوق، طريق جرمدة، وطريق جرمدة الفوق، وعندنا سيدي صالح. الماء بالنسبة للعمارات، بالنسبة للعمارات احنا كل إنسان يجي يدخل معناه يزود العمارة إلا ونعلموه أن خاطر الشركة مهاش مطالبة باش توفر الضغط، مطالبة باش توفر الماء، مهاش مطالبة توفر الضغط إلا إلى مستوى معين إلا يتماشى هو ومستوى الخزانات متاعه. نجموش احنا كل مواطن نعملو له خزان، نقولوا لمول العمارة وعنده حتى أن انجاجمون يصحوا أن نعلموه أن الضخ راهو في أوقات الذروة ما ينجم يوفر له كان طابق مع اثنين او مع ثلاثة نعلموه. خاطر ثم اماكن نجم نوفروا الضخ حتى الخمسة ستة طوابق، وثم اماكن ما عندناش مش ممكن فنين باش نقولوا له الشيء هذا ونعلموه نعلموا صاحب العمارة. خاطر مبدئيا احنا ما نتعاملوش، خاطر خاصة المشكلة هذا موجود في بعض العمارات اللي احنا ما نتعاملوش مباشرة مع المواطن اللي هو موجود تو، احنا نتعاملوا مع البروموتور السيد اللي بنى العمارة. على كل احنا تفاديا لكل المشاكل، خاطر كنا قبل كانت هنالك طريقة عمل وشفناها احنا صحيح طريقة عمل هذا البروموتور يلتزم يقول لك انا تو نعمل تو نعمل والبعد يمشي وما يعملش. احنا مدة سنتين او ثلاثة خذينا قرار ان كل عمارة تتطلب، خاطر احنا نقوله في اوقات الذروة وعلى المدى الطويل ولقيناه ما يعملوش ما يقوموش بالاشغال هذه، يقول لك انا مستعجل. ولينا قررنا أنه كل عمارة تتطلب باش يقوم بالأشغال هذه مضخة وخزان إلا وما نزوده بالماء إلا ما يكون معلم. علاش على الأشكال تقول لي علاش قبل ما كنتوش تخدموا كيما هكا؟ خاطر من المنطقي أن يقول لي من الأول كنا ينزلنا إشكالية من قبل. احنا وقت الإنسان نعرفه الإنسان يعمل المضخة يجهز العمارة بتاعه بمضخات ويكون الضغط متاع الشركة كافي باش يزودوا يولي ما يستعملهاش، وبعد عام عامين ما يستعملهاش تولي غير صالحة غير صالحة. هك علاش كنا نسهلوا أن نقولوا له وقت اللي تجي الحاجة تقوم بالأشغال هذه. هذا مبدئين. ثاني حاجة احنا بذاتنا كشركة عنا في وسط الشبكة متاعنا وصلت إلى مرحلة من نقولوا التشبع معنا لا ساتوراسيون ساتوراسيون وعندنا تشبع معناها ما عادش قادرة باش تلبي معناها 100% الحاجيات في أوقات الذروة في أوقات الذروة وخاصة في الصيف في أوقات الذروة. تو في أول 2014 يبدأ مشروع
تدعيم شبكة التوزيع بمدينة صفاقس. بمدينة صفاقس مشروع هذا متكلف ب 8 مليار دوات وعطيني ثلاثة مقاولين. والمقاول الأول مش يبدأ يخدم في أو في بداية في بداية سنة 2014 وهو إنجاز قنوات كبيرة. قنوات من الحجم الكبير وحوالي ثم حوالي 40 كيلومتر من القنوات. من يختلف الحجم من 300 مليمتر حتى 600 مليمتر الوسع. وبناء خزان آخر خزان في منطقة أخرى. هذا لي باش الشبكة متاع التوزيع تطوير معناها تدعيم الشبكة التوزيع باش تولي تلبي الحاجيات وخاصة في أوقات ذروة. خاطرك صحيح ثم مشاكل تهم أصحاب العمارات وثم مشاكل هي راجعة للشركة كما قلت لك راجعة للشبكة ألا وصلت الساتوراسيون. ولهذا احنا المشروع هذا ينطلق في بداية 2014 حتى واضح سيوس مدة سنتين. نمشي سي سامحني قص عليك خاطر سي كمال معني برشا حاجات في وسط المدينة منش بعد برشا برشا مواطنين يتشكيوا من الخدمات الشركة مش حتى مناطق نائية. توا كان يفسرنا سي يوسف قال انه فما عدة صعوبات لكن هات نجيو مثلا مشاكل الفاتورات. علاش نشوفوا تراكم في الفاتورات؟ فما مواطنين قالت انه الفاتورات ما تجيهاش في الوقت. فما مواطنين يقولوا انه ما نعرفوش قداش الاستغلال نتاعنا يعني نكون نعرف روحي قداش نستغل من بعد نلقى روحي عندي سوء معناتها ماش انا ما استغليتوش. فما اللي يقول لك انا مانيش في داري اصلا وتجيني فاتوره معناتها هذا هو الاشكال. جيني فاتوره ما نعرفش قداش استغليت ما. فما اللي يقول لك علاش انا مدمج مع لوناس لوناس تحسب علي هذا معناتها تابعكم ليه فما تنسيق ولا ليه؟ هيد نبداو بشويه بشويه تراكم الفاتورات ومشاكل علاش نلاحظوا انه فما تراكم فاتورات. هو بالنسبه للفاتورات عاده معناتها يتم استخراج معناتها فاتوره كل ثلاثه اشهر او كل ثلاثي. يكون معناتها نقوم برفع الاعداد معناتها مره في الثلاثي وحسب الفارق في الاستهلاك ما بين الفاتوره السابقه والفاتوره الحاليه يتم تسعيره الفاتوره هذه ويكون معناتها التسعيره هي تصاعديه. بالنسبه اذا كان معناتها الاستهلاك اقل من 20 متر مكعب يكون معناتها السعر 145 مليم. اذا كان من يكون الاستهلاك من 21 متر مكعب حتى ل 40 يكون التسعيره 250 مليم. اذا كان التسعيره الى حد 70 متر كوب معناتها متر مكعب 340. اذا كان توصل الاستهلاك معناتها 150 متر مكعب 620. اذا كان توصل ما بين حتى 500 كما نقول متر مكعب 150 760. اذا كان حتى 500 1060 مليم. واذا كان اكثر من 500 متر مكعب 1110. خلينا بشويه 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 متفاهمين ارقام بالسياسه بالسياسه بالسياسه. احنا ديجا اذا كان عندنا مثلا الاستهلاك حد 20 متر مكعب معناتها نعتمدوا تسعيره 145 مليم للمتر مكعب. كيف ناخذوا الفاتوره مثلا تقديريه مش تخرج حوالي 7 دينارات و900 هذا يشمل 40% من المستهلكين. التقديريه كيفاش تحسبوها مثلا تقديريه؟ فما يقول لك انا ما جاش هز لي العداد. لا تقديريه هي تقديريه اصلا ما يمشيش هز لا لا ما التقديريه احنا نقولوا حسب تقريبيا اعتمادا على الفاتوره اللي قبلها. لا اذا كان وقتاش نعتمدوا احنا الفاتوره اللي قبلها هيك وقت اللي يكون العداد معقب نعتمدوا لنا نظام الحصه. نظام الحصه معناتها ناخذوا نفس الثلاثيه للسنه الفارطه ونعتمدوا الكميه هذيك تقديريه. خاطر هذه قلت لي نشوفوا اذا كان العدد معطل. العدد مش معطل كيفاش معناتها جوست باش نفسر للناس العدد مش معطل معناتها نعتمدوا على رفع بيانات العداد الموجوده في العداد لمده ثلاثه اشهر معناتها ثلاثي. باهي
ثلاثيه. فما انت فسرت لي قلت لي فما رقم جديد ورقم بعد، وهذاك باش نعرفوا الفارق نحن بين مثلا عندنا ورقه، سامحني سي يوسف، عندنا ورقه نتاع ماء، فما رقم جديد ورقم قديم. بالضبط. فسرنا شنو معناها رقم جديد ورقم قديم، كيفاش بارابور للعدات، باش نفهموا احنا شنو الفارق وكيفاش واحد يعرف روحه رفع معناتها العدد نتاعو في الجديد وفي القديم قداش استهلك بالضبط، باش على الاقل يولي المواطن يحسب قبل ما يجي وقبل ما يكون يعرف عنده مشاكل ولا لا. الرقم القديم هو العداد، معناتها رقم العداد الموجود في الفاتورة السابقة. وبالنسبة للرقم الجديد هو الرقم الحالي للفاتورة الحالية. خلنا نوريه الفارق. نجم توري الكاميرا باش على الاقل العباد حط الرقم القديم ورقم الجديد. هذا الرقم القديم، الرقم الجديد. الفارق لنا نتحصلوا على كمية 65 متر مكعب، وهذيك نحسبوا عليه 65 متر مكعب. نعتمدوا اذا لان الاستهلاك اقل من 70 متر مكعب، اذا نعتمدوا صار 340 ملي. ملي به. انا عندي في الرقم القديم نعرف العداد نتاعي، والرقم الجديد انت هذا موجود في الورقه، نرجع انا كمواطن نرجع للعداد نتاعي نشوف قداش عندي مطابق والا لا. ينجم كل حريف يثبت معناتها الرقم الجديد بالرقم الموجود على العداد. في صوره ما الرقم ماهوش مطابق شنو تعملوا انتم كشركه؟ انا عندي في الرقم لهنا في عدادي ماهوش مطابق للرقم الجديد. النجم في الحاله هذه تولي الشركه تتبع وتتراجع. لا مش تتبع الشركه، لان تثبت الرقم الجديد. اذا كان الرقم الجديد ظهر مخالف اللي موجود في الفاتوره، اذا يقع اصلاح الفاتوره. اذا كان ثم حالتين، معناتها اذا كان الرقم نقول اكثر من الموجود، معناتها كحاله عاديه على اساس المواطن استهلك ما بين الفتره ما بين رفع العداد والرفع اللي جابه هو، واذا كان اقل لان نصلحوا الفاتوره. في صوره ما فما فويت والمواطن في بالوش اللي عنده فويت في داره، خاطر ساعات يقول لك انا عندي استهلاك اكثر من اللي انا نستهلك فيه، متفهمين كيفاش نعرفه؟ إذا كان لنا ظهر معناتها في الاستهلاك، نقولوا احنا استهلاك مرتفع واللي مشط واكثر من العادة، واتضح اللي هو ثم ضياع ماء، ضياع ماء يلزم يكون غير بائن للعيان، معناتها ما في بالوش به، مش هو يتفرج عليه وما يصلحش وبعد يقول لك الفاتورة جاتني غالية وصلح لي الفاتورة. في الحالة هذه إذا كان ظهر عنده فويت غير بائن للعيان، ينجم يتقدم بمطلب في التخفيض الاستثنائي للفاتورة. وفي الحالة هذه نقوم احنا بمعاينة ميدانية، إذا كان اتضح حقيقة تم ضياع ما غير ظاهر وكما نقولوا في القنوات، لن نقوم بمراجعة الفاتورة. المراجعة هذه كيفاش تتم؟ ناخذوا كمية الاستهلاك في 8 ثلاثيات، الكمية المرتفعة ناخذوها ضرب 2.5، وهيك الكمية اللي نعتمدوها. واضح. به سؤال آخر، علاش ساعات تتراكم الفاتورات؟ يقول لك أنا بالعام ما تجينيش فاتورة. هو مش عملة؟ لا هو شو سامحني، احنا وقت اللي نقول تتراكم الفاتورات، سامحني لان راهو المواطن يعرف اللي كل ثلاثيه تجي فاتوره. حتى اذا كان نفرض ما وصلتوش لسبب ما، يتصل بالشركه نقدموا له احنا فاتوره معناتها حينيه في الوقت. معناتها ما ثمش علاش المواطن ما يتصلش بالشركه ويستخرج الفاتورة. انا اتصلت بالشركة مرة واثنين وثلاثة يا خويا وما ما جيتنيش. نجم يكون فما تقصير زاد سي كمال. صحيح ولا لا؟ لا لا لا، ثم 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 منطق في في طرح المشكل المواطن، خاطر احنا كل ثلاثية تخرج فاتورة تلقاها في كل الأماكن، معناها النجم وفي كل بالإعلامية ونجم دولو فاتورة. أنا المواطن وقت اللي ما تجيش فاتورة ينجم يجي للشركة ما تجيش فاتورة، هو مبدئيا كل 3 شهور تجيه فاتورة. واضح. اعتبارا احنا في أقصى الحالات، احنا خاطر تو في صفاقس ولا في تونس كاملة عندنا 2,400,000 مشترك، في صفاقس عندنا 250,000 مشترك. الاعتبار حتى لو كان ثم خطأ واحد في الألف، معناها ثم 2,000 فاتورة ما توصلش.
معناها المشاكل هذه تنجم تلقاها، تنجم تلقى ان نسبه الرضاعة تلقاها كبيره، لكن احنا نحبوا نوصلوا 100%، ما نحبوش عندنا مشكل. المواطن كي ما توصلوش في توره هو كي يحضر للشركه في الارشادات يقول لهم عندي في معناها حتى ما عندوش في توره، حتى يحب يعرف وضعيته. وضعيته يقول انا عندي رقم العداد نتاعي هو فلاني، نحب نعرف وضعيتي مع الشركه. احنا على الاعلامي يجب يشوف له قد عنده فاتوره مش خالصه، وقتها خرجت الفاتوره بتاعه، وقتها وصلت له، معناها كله موجود. معناها ما نتصورش انه مواطن اللي كان ما جاتوش فاتوره ويحضر للشركه يقولوا له لا ما نعطيوكش فاتوره. لكن ثم اشكال يمكن الوضعيه خطر نجم تقع، نجم تقع في الفوتره الاولى. معناها انسان كي يزود منزله بالماء يجي دخل ماء، اول فاتوره تنجم تقعد اكثر من 3 شهور، تنجم تقعد حتى 7 شهور. في بعض الحالات تقعد حتى 9 شهور. في اول فاتوره، اما اللي كان انطلقت الفوتره فما حضرقات بالعامره، لا تنجم، ماني قلت لك ثم حالات خاصه تنجم تقع الفوتره الاولى. الفوتره الاولى، الفاتوره الاولى في عوض مش تخرج بعد عنا في حتى 7 شهور، وقانونيا حتى 7 شهور. الى كانت تنجم في بعض تفوت. الحالات تفوت، لكن في هذا المواطن وقت اللي تجيه له الفاتوره تجي ونقسموها له على عدد. واضح. هو فما سؤال سامحني متدخله، قالت هل يمكن خلاص الفاتوره على اقساط، مثال الفاتوره 400 دينار، تنجم تخلص 40 شو مثلا. احنا ثم حالات بتاع التسهيلات في الدفع، احنا التسهيلات في الدفع نسهلوا في الدفع للمواطن، معناه وقت اللي تجي حاله استثنائيه، معنى عبارة إنسان يستهلك في 50 دينار في الثلاثية مثال، جاته في طورة لسبب ما، معنى عنده فيت ولا واحد، جاته 300 ولا 400 ألف، نسهلوا له، معنى حتى مشكل. أما مش إنسان يستهلك هو هيك الاستهلاك العادي متاعه 50 دينار، وإحنا مش نسهله، ما يصيرش تسهيلات في النوع بالطريقة. سي يوسف، معناتها فما الحاح شديد، معناتها لا غالب على حكاية الزيادة في التسعيرة، الحاح شديد. حب العبيد تعرف اش معناتها من 4 مليمات ل 17 مليم اللي في 2014، فما زياده ولا التسعيره باش تطلع والا لا؟ خاصه انه السناد هبطت معناتها في قداش من مناسبه اعلان قالت انه فما اقساط من 20 ل 40، معناتها او من 20 متر مكعب في ثلاثيه زياده 133 مليم. فسر لنا. انا نحب نفسر انا بكل، احنا لو الشيء نحب نذكره ان الشركه هذه راهي شركه المواطن وراهي في خدمه المواطن، واحنا عمرها ما كانت الشركه هذه هي الغايه نتاعها ربحيه، هي غايه اجتماعيه وغايه باش توصل الماء للمواطن، توفر الماء للمواطن، خاطر الماء هو معناها اساس الحياه، اساس الحياه. ونجم نجزم في الفاتورات اللي تجي للمواطن الكل، ارخص فاتوره هي فاتوره الماء، ارخص حاجه تجي هي الماء في الفاتورات، فاتوره التليفون، فاتوره الضوء، فاتوره الماء، هذين هما اللي يجوا للمواطن. ارخص حاجه تجي فاتوره الماء، حتى كي تجي رخيصه معناتها هي ارخص حاجه ما نزلوش، لا ما نزلوش، مش باش ننزلوا. احنا كيما قلنا الغايه نتاعنا هي راهي غايه واحده، انه نفعوا الناس، نفعوا الناس، والغايه نتاعنا زاده هي ديمومه الشركه هذه، باش الشركه هذه تقعد تقدم خدمات للمواطن. خاطر الى كان توصل، انا نحب نعطي حاجه، احنا في 2013 الكلفه نتاع المتر مكعب نتاع الماء يتكلف على الشركه 773 ملي. هذا شو تتكلف؟ تكلف معناها بالصيانه، بعض المشاريع، الطاقه خلصوا حوالي 50 مليار في العام طاقه باش نوصلوا الماء. والماء اكثر الماء راهو الماء، المياه السطحيه احنا كشركه نشريوه بالفلوس، نشريوه الماء مش ناخذوه بلاش، نشريوه ويقع المعالجه نتاعو باش نوصلوا المواطن، يتكلف ب 773 ملي. نفهم كيف فما زياده. اي نبيعوا فيه السعر هذا ب 653 ملي. معناها ثم السعر نتاعو اللي قاعدين يتباع فيه هو يغطي 85% من التكلفه نتاعو. من المؤمل باش التكلفة نتاعو في 2014 المتر مكعب بزيادة في خاصة في الانرجي في الضوء والواحد مش يولي يتكلف ب 800 مليم. الشركة تو الشركة تشكو، معنا ما نقولهاش من نجم خبوها، تشكو عجز كبير في الموازنة نتاعها، ما عادش تنجم تقدم الخدمات اللي يرجوها المواطن.
وثم نوع من الاقرار انا ما نجمش نجزم به. ثم كما قلت انت حتى البلاغ خرج من الاداره ان يمكن ثم زياده في حوالي 7%. هو السبب هنا هو عجز معناتها الشركه راهي الشركه كما قلت لك معناها يلزم تحافظ على التوازنات الماليه نتاعها باش تنجم تقدم الخدمات. انا نعطيك مثال في عام 2014 عندنا مش نقوموا بمشاريع ب 330 مليار. هذه 330 مليار مشاريع انتاج مشاريع توزيع انتاج توزيع وتحسين نوعيه المياه. هذه من 300 هذه وقتاش؟ هذه في 2014 2014 هذه في 2014 بالنسبه نحكي بالنسبه للجمهوريه الكل الجمهوريه كلها مع فعلا نقول لك انا ثم 8 مليار دوات مش تخدموا في صفاقس لتحسين شبكه التوزيع. صحيح المواطن كثرت عليه الماء زاد كثرت عليه برشا كثرت علينا واحنا مواطنين احنا كيف كيف ناخذ في جاريه واحنا مواطنين معنا الواحد. لكن احنا ثم حاجات ان هام جدا نقول كمسؤول في الشركه هام جدا ان نحافظوا على توازنات الماليه أكيد. للشركات هذا الوطنيه هذا واضح به. قبل ما نمر الفيتير اللي هو يخص في الخدمات والاستقبال سؤال ما نحبش نفوتوا على خاطر برشا مواطنين يقول لك انا في داري انا مانيش في الدار وتجيني فاتوره نكون حتى مسافر نضرب 3 شهور ولا 4 شهور ما نستهلكش من بعد تجيني فاتوره علاش هذه وضحي لي فيسع فيسع سي كمال باش تعديوا للخدمات والاستقبال. كما قلنا هي بالنسبه للفاتوره هي بثلاثيه اذا معناتها كل ثلاثيه تخرج فاتوره كما تخرج فيها صفر مليم كما تخرج فيها مبلغ مشطره بالضبط حسب الاستهلاك وحسب مش موجود في العداد ما هوش في الدار مش في الدار شنو يكون السبب اذا كان مش في الدار وخرجت له فاتوره معناتها فيها استهلاك فيها الاستهلاك اذا لان عنده الاكثريه ضياع ما ثمش سبب اخر في صوره ما فما غلطه في العداد ولا غلطه في الرفع معناتها اذا كان ثم غلطه في 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 العداد نصلحوا الفاتوره ما ثم حتى مشكله بعد التثبيت نجموا نصلحوا الفاتوره هذا به هذا لهنا نزيد اضافه على اللي قال سي كمال احنا في الشركه اي مواطن يقدم للشركه ويستظهر يقول شوفوا لي هالفاتوره راني مش مقتنع بها نقول له هاته نثبته والبعد خلص عمرنا ما نقول له خلص قبل ما ثبت نشوفوا الريبورتاج الموالي بعد نرجع لكم فيما يخص الخدمات والاستقبال بالنسبه للشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه. نقص الاعوان والموظفين صلب الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه من ابرز المشاكل التي يعاني منها المواطن. تاخير في رفع العدادات وتاخير في بعث الفواتير وتأخير في إصلاح العطب والتدخل السريع بالإضافة إلى تردي الخدمات هذا كله يؤثر سلبا على معلوم الدفع ويبقى المواطن والشركة على حد السواء في التسلل. صحيح ثم نقص من في عدد الاعوان صحيح هذا ما ينكروش حتى المعروف هذا حتى عند الاداره العامه وكذا لكن احنا بالامكانيات البشريه الموجوده عندنا نحاولوا باش نتلافاو هذايا بال كما قلت لك نخدموا حتى يوم السبت الاعوان ما يخدموش هما يخدموا يوم السبت يحاولوا باش يقدموا اكثر حتى ساعات من العمل نتاعهم للي شيء اللي يرضى المواطن. مكتب الخدمات والاستقبال مهمته تسهيل الاجراءات للمواطن وتبسيطها لكل سائل. فهل يقوم مكتب الخدمات في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بهذه المهام؟ الخدمات والاستقبال بالنسبة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سي كمال القرقوري البارح احنا كنا بحذاكم وفي مناسبات عدة والعديد من المواطنين اللي يتشاكى واللي عنده ريقته واللي يحب يشوف شكون يرشده شكون يقوم باستقباله هل الاستقبال على أكمل وجه في الشركة وإلا لا موضوعيا سي كمال موضوعيا بالنسبة للشركة عندنا كما نقولوها الاستقبال معناتها ينقسم الى ثلاثه ثم الاستقبال بالنسبه للحرفاء الجدد اللي ماشي يتقدموا بمطالب للتزويد بالماء ثم معناتها الاستقبال للخدماتيه نقول انا وثم الاستقبال لرفع بعض الشكايات للفاتوره او كما نقولوا ضياع الماء وتسربات الى غير ذلك. به معناتها المواطن يمشي يلقى شكون يصغي له بالضبط به هذا على عاتقك سي كمال احنا شفنا كيفاش كانوا المواطنين متشنجين شويه كمان فما مواطنين تقول لك
والله ما لقيناش شكون يكلمنا، لكن البارح احنا شفنا كيفاش تعاملتم مع المواطنين، كيفاش ان شاء الله يطلع حل مشاكلهم. سي كمال البارح ثلاثة الاشخاص اللي جاوكم وعندهم مشاكل في الفاتورة. لا اكيد اكيد حل. خلينا نمشيو للريبورتاج الموالي للبنية والمعدات والتجهيزات فيما يخص الفويت والمشاكل اللي تصير في بعض الاماكن سواء في وسط المدينة والا خارجها. نشوفوا الريبورتاج الموالي بعد نرجع. لماذا يحدث تقطع في المياه من حيث التزويد؟ ما هي آليات التدخل وهل يتم التدخل سريعا في حالات العطب؟ وما هي التجهيزات والمعدات التي تفتقر لها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه؟ وهل يمثل نقص الأعوان والتجهيزات عائقا للقيام بالمهام الموكولة في عهدة الشركة على أحسن وجه؟ هذه التساؤلات وغيرها سيحاول ضيوف الحصة الإجابة عنها. سي كمال، عنا نقص في المعدات والتجهيزات فيما يخص تصليح العطب، التسريبات، المشاكل اللي يلقاها المواطن والا لا؟ الشركه تعاني نقص والا لا؟ احنا بالنسبه للشركه ديما نحاول باش نوظفوا احسن توظيف المعدات المتاحه قصد خدمه المواطن وقصد التدخل السريع لاصلاح الاعطاب والتسربات بالقنوات. بالنسبه لمدينه صفاقس معناتها طول الشبكه تبلغ 1000 كيلومتر. عدد الإصلاحات اللي نقوم بهم سنويا في حدود 4000 تسرب و350 كسر سنويا. بالنسبة لبعض نقول أن فترة الصيف يرتفع عدد التسربات وترتفع عدد الكسور على القنوات ونوصل إلى حد 600 تسرب شهريا. راجع هذا الارتفاع راجع لي عدم الصيانة، تأخر في الصيانة، مشاكل في البنية معناتها بالنسبة للتجهيزات والمعدات اللي يخلي ديما فما مشاكل كيما هكا وإلا لا؟ لشنو راجع الارتفاع هذا؟ لا راجع هي نقول أنا الظروف المناخية خاصة في الصيف يكثر الاستهلاك وفترة معناتها الحرارة معناتها ترتفع دونك تولي القنوات معناتها من مادة البوليتيلين معناتها تولي ثم ضياع أكثر في المياه. نسبة معناتها الصيانة والمتابعة قديش تكون في الفترات معناتها دورية عندها مثلا 10 في الشتاء كل شهر تخرج كل 15 يوم كل جمعة كل نهار كيما معناتها الصيانة والمتابعة التجهيزات قديش كيفاش تكون؟ بالنسبة للصيانة هي حسب معناتها نقول أنا ريكلاماسيون حسب قديش من فويت تجي وقديش من تاكسي ولنا بالنسبة للقنوات احنا نعطيو الأهمية القصوى كما نقولوا للقناة الرئيسية إذا كان يصير عطب على القناة الرئيسية تدخل عاجل وفوري قصد الإصلاح لإرجاع تزويد الماء للمشتركين. وبعض الحالات ثم نقول أنا ثم ثلاثة أنواع متاع كسور أو تسربات يا إما على القناة الرئيسية للتوزيع أما على القناة الفرعية أما على التوصيلة معناتها نقول أنا لبرانشمان لأن بالنسبة للتدخل عادة سريع بالنسبة للقنوات الرئيسية للتوزيع هذه القنوات الرئيسية والفويت الجانبية ساعات يقعدوا حتى بالجمعة بالجمعة شوف احنا أكيد راهو نعملوا لهم معاينة معناتها أي تسرب يجينا نعملوا لهم معاينة وحسب الأولوية نعطيه الأولوية إذا كان يلزم قبل نقول أنا غيره دونك أنا ندخله ونصلحه في الوقت. باهي نتعداو للفيتيار الموالي باش نرجعو باش نحكيو فيه على الآبار والتحلية وتحلية الماء والحلول اللي نجمو نلقاوهم خاصة فما مناطق اللي ما يوصلهاش الماء سي يوسف والعديد يتشكاو أنه الماء علاش يتقطع. يوسف نتفرجوا في الريبورتاج الموالي وبعد نرجع مع سي يوسف نكملوا فيما يخص التحلية وتحلية مياه البحر وغيره. قلة الماء في الحنفيات والاضطراب في توزيع المياه الذي تشهده مختلف مناطق صفاقس يشكل معاناة كبيرة قد تعود بنا إلى عصور مضت بالتزود بالماء بالأوعية والبراميل، فلا عزاء للأهالي سوى أن يعودوا إلى الطرق القديمة بتوفير حاجياتهم من الماء، خاصة أن سكان صفاقس اعتادوا على تخزين الماء منذ القدم عبر الماجل وهذه عادة محمودة فقد ساهمت اقتصاديا لتوفير الماء في الفترات العصيبة التي مرت بها السناد.
ولكن يبقى دور الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه هاما جدا في عاصمة الجنوب التي تستوعب قرابة المليون نسمة، إلى جانب الثقل الاقتصادي والصناعي والتجاري للجهة. فعلى غرار المشاكل التي يعاني منها سكان مدينة صفاقس، فإن أهالي الأحواز والمناطق المجاورة معاناتهم أكبر في كمية الماء الموزعة والبنية التحتية والخدمات المسداة من الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. الماء مش متوفر، مساحة الشراب تنجم تمشي دور الكاميرا على عين المكان كيفاش يصبوا بالتراكتورات، عباد تجيب بالبادن على الكرارة من الواحد، والأدهى وأمر أنه الماء تنجم تدور الكاميرا بعيد علينا 150 200 متر. عملنا مطالب، عملنا كذا، عندنا نسخ، نجم نجيب لك النسخ. هم برسك تلخصهم الكل في حكاية 20 30 دار موجودين، 20 30 دار لوماكسيموم. مشينا اتصلنا كذا، قال لك اخويا اعملوا دراسة وكذا، تحبوا نعدوكم على جيبكم نعدو لكم. اخويا تكلف برشا ملايين، ثلاثة طلبوا 23 مليون باش يعدونا، معناتها يجي من الطريق هذا ويرجع لها كشوي، مازالوا فما ديار اخرى غاديك. والحكاية ذي مش مربوطة بالثورة، وغوين قبل الثورة برشا جرينا طالبنا، عملنا مطالب، خرج الوالي على عين المكان، خرج الوالي على عين المكان وعود في الفرق. فمتى تنظر السناد جديا في هذه المشاكل الحقيقية والتي باتت معاناة مزمنة عبر العصور والأزمان؟ سي يوسف، وقتاش تنظر السناد جديا في مشاكل المناطق النائية؟ كنت تشوف برشا مناطق يقول ما يوصلناش الماء، ومع العلم انه 250 متر والماء موجود. انا عندي بعض التساؤلات قبل ما نخليك تكمل تحكي. منطقة سيدي عبد الكافي طريق تنيور كيلومتر 17 ما يوصلهاش الماء، علاش ما توصلش المناطق النائية كما الصخيرة؟ وفما بلاصة اسمها الحميدة قال فماشي بروجرام انه يوصلها الماء. هم لميتهم لك الكل باش تعرف اش تجاوب. لا باش نجاوبك ونقول لك راهي الشركة تنظر بجدية قبل وتو وغضوة، لازم تنظر بجدية للمشاكل نتاع المواطنين. وكما قلت لك احنا في قطاع الماء الصالح للشرب راهو في جانبين، ثم جانب يهم الشركة، شركة سوناد، وثم جانب آخر يهم الهندسة الريفية اللي تابعة وزارة الفلاحة، تابعة المندوبية نتاع الفلاحة. مثلا منطقة سيدي عبد الكافي هذه، منطقة سيدي عبد الكافي هذه جمعية مائية وتحت تحت الهندسة الريفية، جمعية مائية، واحنا الشركة كانوا بكل صراحة كيلومتر 17 هذول من قريب شوية. لا ايه فهم، هم هذين من عام 92 راه، من عام 92 نعرف ان المشكلة بتاع سيدي عبد الكافي. سيدي عبد الكافي عملوا جمعية مائية عام 92 او 93 بالضبط، عملوا جمعية مائية، بئر وشبكة وخزان وعملتهم عن طريق الهندسة الريفية على اساس ان هي تديرها الجمعية المائية. وقتاش باش تدخل لنا؟ لا ما نعرفش، هما مخذوا ما وقعش استغلال هذا، لكن مواش كما قلت لك تحت الشركة، الشركة ما عندها حتى دخل في الموضوع هذا. بعد طالبوا باش ياخذوا ماخذ ماء من ماء الشركه، ما عادش ماء بير، وعلى اساس ان نعملوا كيما الجمعيات المائيه، جمعيه مائيه وعملنا لهم عداد وعملوا لهم قناه وما وقعش الاستغلال نتاعهم. وقع دراسه، قع دراسه وقدمها للولايه وقدمناها للسلطات واعطيناهم التكلفه باش المشروع هذا يتنجم تتبناه الشركه. واضح تنجم تتبناه الصخيره باش خاطر مازلنا خمس دقائق. الصخيره انا الصخيره بكل صراحة معنا الناس صحيح تعبناهم، نطلب منهم خاصة نعرف أنا المنطقة بالباهي، صبيح، جروالة، المناطق هذه الكل مناول تعبوا معنا برشا وقعدوا برشا ما غير ماء. ولهذا اش عملنا؟ عملنا حفرنا بير في واد البطحة ومش يدخل في حيز استغلال في الشهر هذا، يعطي 50 لتر في الثانية، هذا مش يقوي لهم الضخ. عملناه بكل اسف عن بير كان يخدم في بوكثير، معناه صار له عطب وما عادش يخرج لنا الماء. وتوا عندنا شركه جايه معناها لاحياء وبروجينيراسيون تاع البير هذا، وبقدره الاله ان شاء الله باش تحل المشاكل، مش تتحل المشكله نتاعهم. نقولوا 90% عملوا مشكله 100% عندهم. نتفرجوا كيفاش يتم توزيع المياه في المناطق النائيه في الروبورتاج الموالي، من بعد نكملوا نختموا معك سي يوسف فيما يخص المناطق هذه، على الاقل نعطيوها شويه حقها في الليله هذه. تم رصد ضغط كبير للاستهلاك في مياه الشرب على مستوى محطه كبلي، مما تسبب هذا الضغط وذروه الاستهلاك في نقص وتزويد صفاقس بالمياه باعتبارها موجوده في اخر الشبكه.
فقامت الشركة بتقليص تزويدها للقطاع الفلاحي من الماء وتوجيهه لحرفاء السناد قصد تمكين جهة صفاقس من تزويد عادي، ذلك أن النقص المرصود في حدود 10,000 متر مكعب يوميا. وزاد هذه المشاكل عطب طرأ في الأبار العميقة، فبحثت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه عن حلول عاجلة للتزود بالماء قبل إنجاز المشاريع الكبرى، وتتمثل هذه الحلول في إيجاد أبار عميقة في المائدة الموجودة بين كركر وصفاقس والمناطق الموجودة بين واد مجردة وسيدي بوزيد وصفاقس، وذلك لضخ الماء إلى صفاقس بمعدل 10 إلى 15,000 متر مكعب، وذلك لتلافي النقص الحاصل. هذا وقامت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإعداد الدراسات لإنجاز مشروعين لتحلية مياه البحر في صفاقس وقرقنة وجابس. الحل الأخير هو تحلية مياه البحر، وأن الشركة عندها برنامج في تحلية مياه البحر، وهنالك برنامج لمحطة نتاع تحلية مياه البحر ب 200,000 متر مكعب، ألا سيقع دراسة قريبا، وجايين ثم شكون جايين للتمويل الدراسة والإنجاز، وإن شاء الله يبدأوا حاضرين قبل 2018. هذا العام تميز بأمطار غزيرة وفيضانات جعلت المائدة والسدود تخزن منسوبا عاليا للمياه يكفي البلاد 3 أو 4 سنوات أخرى، ولكن إلى اليوم المواطن يشتكي من التوزيع العادل للماء في المناطق والجهات، وما زال يتذمر من الخدمات ومستاء من الغموض في فاتورة الماء، وزاد الوضع سوءا الارتفاع المشط في تسعيرة الماء. الآبار وتحلية مياه البحر، ظلي فما برنامج قلت تعهدت السي يوسف، قلت إن شاء الله أنه في 2018 حاجة كان هكا تكون الأمور مبدئية. أنا حسب ما طلبناها احنا من اليابانيين، احنا نحبوا المحطة هذه تكون حاضرة في عام 2018 خاطر متأكدة معناها محطة تحلية مياه البحر بسعة 200,000 متر مكعب يوميا، 100,000 في قسط الأول، وبعد 5 سنوات 100,000 أخرى، معنا على قسطين. هذا معنا يمكن صفاقس باش تواجه الحاجيات متاعها حتى 2030. المحطة هذه مش تصلح كان لصفاقس، هي مبدئيا مش تحط لصفاقس واحد، لكن مش تخفف العبء على المياه متاع جلمة وصبيت اللي جايين لصفاقس، مش يقعدوا المناطق نوعية المياه سيسي نوعية سيسي المياه سيسي نوعية المياه نوعية أكيد جدا. أنا في مش يولي الغرام في اللتر واحد غرام في اللتر، معناها معدل، هذا معدل خطر، راهو مش الماء الحلو راهو ديما هو الباهي، معناها الأملاح المعدنية هي أهم حاجة في الماء، صحيا أهم حاجة في الماء حتى التكوين. أما لازم يكون مطعمها لا يكون مطعمها للشرب، يكون قسم على وحاجة أخرى أن يلزمها تكون صالحة للشرب وصالحة، وخاصة احنا كما قلت لك يقع معالجتها بمياه الجفال اللي هي متأكدة ياسر، خاصة في استعمالاتنا المنزلية في غسلان الخضر والغلال والواحد، اللي هي اللي طول المواد هاكي يقع انتاجها بأسمدة ديزونغري واحد اللي هي تنظفه. شكرا. على حصيله احنا نقوله البرامج بتاع الشركة كبيرة والشركة، انا نحب نقول حاجة معنا المواطن فيسا المواطن باهي يطلب حقوقه، اما ذا بين يقوم بواجباته. انا نعطيكم نسبة الاستخلاص توا في الشركة، الناس تخلص في 40%، 40% من المواطنين قاعدين يخلصوا فينا. السيد بكري اللي قال فاتورة عنده 3 فاتورات مش خالصين، اللي قال عنده 3 فاتورات مش خالصين، معناها اكثر من 9 شهور ما خلصش نلقاو مائدة مالا سيوسف. على الأقل نتفاهموا، الموضوع كبير برشا كبير، ماهوش متاع ساعة من زمان. شكرا لكم على الحضور، شكرا سيوسف سهل مدير الجهوي الجنوب بالشركة الوطنية للصغير وتوزيع المياه، شكرا لك للحضور. شكرا. واسي كمال قروي رئيس إقليم صفاقس المدينة، مرحبا بكم. شكرا لكل من تبعنا في هذه الليلة، إن شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس الموعد كل نهار 3-8:30 متاع الليل في موضوع جديد يكون خاص بمشاغل المواطن. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحيات فريق برنامج رجع الصدى، مني إليكم تحية طيبة، تصبحون على خير.